شكرا لك مايا. في خبر عاجل أفاد مراسل العربي في واشنطن أن مسلحا يحتجز رهائن في كنيس في كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية، وقد وصلت إلى محيط الكنيس قوات التدخل السريع في وقت كانت الشرطة تحاول التفاوض مع المسلح الذي لم تعرف دوافعه بعد. للمزيد حول ملابسات هذا الحادث ينضم إلينا مراسلنا في الولايات المتحدة الأمريكية زيد بنيامين. زيد، ما الجديد بخصوص هذا الحادث في تكساس؟ نعم نضال، بطبيعة الحال يبدو نحن في بداية هذا الوضع، وهو وضع احتجاز رهائن كما تقول السلطات الأمريكية. كان هناك قداس يجري في يعني سيناغوغ أو كنيس في بلدة كوليفيل القريبة من دالاس، إحدى المدن المهمة في تكساس وفي الجنوب الأمريكي، وهي العاصمة بطبيعة الحال. طبعا كان القداس يتم بثه مباشرة عبر الفيسبوك حينما سمعت أصوات لمسلح يدعو ويتحدث عن الدين وتحديدا عن الإسلام أيضا كما قالت وسائل الإعلام في المنطقة، وأيضا بدأ بالسب واللعن وتحدث بشكل عام عن الأديان أيضا خلال هذه الحالة. وأيضا سمعت إحدى السيدات تتحدث إلى الشرطة وتطلب المساعدة. طبعا حتى الآن بدأت القوات الأمريكية، قوات الأمن، في التوافد إلى المنطقة قبل نحو ساعة من الآن، ومن ثم قوات التدخل السريع، والآن أيضا انضمت قوات مكتب التحقيقات الاتحادي إلى المنطقة، وهي تطلب من السكان عدم المجيء إليها، وكذلك طلبت إخلاء المساكن المجاورة لهذا الكنيس من أجل القيام بأعمالها. بطبيعة الحال المعلومات ما زالت مبكرة، وطبعا يقال بأن المفاوضات الآن تجري مع رجل داخل هذا الكنيس، ولكن من غير المعلوم ما إذا كان هو المسلح أم رجل آخر تم تفويضه من قبل المسلح للقيام بهذه المفاوضات، ولا يوجد حتى هذه اللحظة ربما معلومات عن طبيعة هذه المحادثات وأيضا مطالب المسلح نضال. طيب، لا معلومات أيضا عن الشخص نفسه زيد، يعني فوجئ الناس بهذا الشخص والشرطة لم تعرفه لغاية الآن أو لم تعرف به على الأقل من خلال بياناتها؟ كما قلت نضال، حتى الآن المعلومات التي لدينا هي معلومات من البث المباشر الذي سمع هذا الرجل يتحدث فيه. كان يتحدث بلغة إنجليزية جيدة جدا، يعني بلغة المواطنين الأمريكيين، وكما قلت هو تحدث عن الأديان بشكل عام قبل أن يتحدث أيضا عن الإسلام، ولكن لا معلومات حتى هذه اللحظة عن هويته وعن مطالبه، وحتى على يعني الكلمات التي وجهها، هل كانت في سياق الحديث عن الأديان بشكل عام أم دين معين بمفرده، لأنه هناك حديث أنه هو تطرق إلى الأديان بشكل عام قبل أن يأتي ويذكر الإسلام في إطار هذا الوضع الموجود. شكرا جزيلا لك زيد بنيامين مراسل العربي في الولايات المتحدة، كنت معنا عبر سكايب.